هذه فيها سالفة وحادثة قريبة يعني، وحقيقة عشت أحداثها واشتركت في يعني الحقيقة الأسى اللي فيها واستفدت فيها من العبر. شيء العجيب، قبل فترة اتصل علي رجل وسبحان الله العظيم أنا قيمته بس من المكالمة. رجل أنا ما أدري يعني، أنا شباب طبعا، أنا ما أدري معين أبدأ أصف شخصية ذلك الرجل. رجل طيب طيب يعني تسلم يعني سم، رجل عجيب 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 الصفات، دمث الأخلاق قليل الكلام، أحسب والله حسيبه طيب السريرة، رجل يعني عجيب سبحان الله العظيم. يتكلم طبعا هو يتكلم بعفوية، لكن ما بين عبارات وكلمات تجد فيها معاني وقيم عظيمة. لا هو بطالب علم ولا هو بعالم، رجل من الناس، لكن أحسبه أنه عند الله عظيم. يبدو لي أنه رجل عنده سريرة، عنده خبيئة، شاب. فقال لي يعني أنا ودي أقول لك إشكالية عندي، ولعلك أبو عبد الله تسولف علي أو يعني جزاه الله خير بيستأنس بالرأي. قلت سم. قال أبو عبد الله أنا توي متزوج، وبعد زواجي أنا اخترت لي وحدة يبدو لي أنهم من قرية طيبة وحبيبة، وحبيته أنا حتى ما بعد الدخول علي يعني بعد الزواج تعلقت بتعلق عجيب، فأصبحت المحبة عندي تجاهه شكل لا يمكن أن يوصف، وهي كذلك بادلتنا الشعور، فكل واحد منا تعلق بالثاني تعلق يعني ما شاء الله تبارك الله يغبطون عليه. راح الشهر الأول والثاني وأمورنا طيبة ولا عندنا خلاف. جينا يعني وصلنا الشهر الرابع وكتب الله حمل، لكن بهالشهر هذا حست زوجتي بتعب بالبطن جهاز الهضمي. المهم يقول إنه بدت شوي تتعب وتتألم، وأقول له يا فلانة يعني لعلت يعني نروح للمستشفى الراجع. هي كان شوي عنده يبدو رهاب من المستشفى، ما تبي المستشفى، وهي تقول لا إن شاء الله الأمر يسير ولا هنا للعافية ولا. فهو الآن البداية تراه يا جماعة من هاللحظة اتصاله علي من هاللحظة. فطمنت وقلت ما دام إن شاء الله أن الأمر يعني ما يصل مرحلة خوف أو توتر لعلك لا تستعجل عليه. بعد فترة اتصل علي وقال والله أنه تعبت ويبدو لي أني أبلزمه. المهم ألح عليه وودى المستشفى. بعد ما وودى المستشفى قالوا مباشرة تحول المستشفى الاشتباه أنه فيها ورم. الله أكبر. فاتصل علي هو في وقته قال يا أبو عبد الله أنا متألم، وبدأ يعني يهيض شوي وبديت أسولف عليه وطمنه. يقول الآن زوجتي حامل بالشهر الرابع والثالث وأنا متعلقم به، وأنا أبو عبد الله توي متزوج، شوفون الكلام العفوي هذا اللي يجي يعني بدون ترتيب، أبو عبد الله أنا حبيته ما أشوف بالدنيا غيره، هي ما تشوف إلا أنا. ف يعني بدأ التعلق يزداد بينهم وبدأ يودي إلى المستشفى. قالوا له المستشفى لا بد أن تعطى جرعات مكثفة لأن الورم بادي ينتشر بشكل كبير جسمه. الآن تخيلوا يا جماعة ما تجاوزت 6 شهور من زواجه، لكن الحمد لله على أقدار الله ومريد أن الله بخير. يقول بدأت هذه الزوجة كل ما يجي ويعطونه الكيماوي الله يعافينا وإياكم المستشفى تتعلق فيه وتبيه ما يروح منه، وكان يتصل بي بأوقات متفرقة متألم الرجل. المهم يعني وصلت المرحلة ازداد شوي الورم، وقالوا له المستشفى في خطورة على الجنين وفي خطورة على الطفل وقد يسوى له عملية لعلهم يدركون هذا الولد. طبعا الرجل هذا كان يروي لي بعض القصص فيما بينه وبينه، الرسائل بالواتس مؤلمة يعني فيها تعلق عجيب عجيب. وكان يقول لي أثناء الفترة
أبو عبد الله أنا في ناس جو لمي يقولون تزوج شف نفسك شوي، هي عندها لا. يقول أبو عبد الله وشلون يعني زوجتي تبين الآن هذا وقتي يعني. ما أنا يعني أنا ما أفكر بهالأمور ذي ولا أنا بلمة، أنا يكفين إني أشوف زوجتي وناظر اللي ببطنه وعسى الله يسلمه وسلمه. قرر المستشفى وراد الله أنه تلد وجاب الله له بنية. بعد البنت انتكست حالته بشكل كبير وازداد وارتقى الورم إلى الصدر وإلى يعني انتشار كبير. فيقول لي كنت أزوره ويتردد من عمله عليه ولا يعني سالف، يتصل علي يقول أبيك تسولف علي، أبي أحد يطمنن يعني أنا ما تخيل أني بعيش بدونه. فيقول جيتك اليوم لما وضرب المستشفى شخص بصرة تعبانة، قال لي الطبيب يعني ما تدخل، لأنه الحقيقة أنا مشارك أنا بالإشكالية وداخلنا الحقيقة معه بالشعور، لأنه حتى زوجته يعني كان يتحدث عنها بشكل طيبة قلبه وروعته. فيقول يوم قال لي الطبيب ما تدخل من وراء القزاز لأنه تعبانة بالحيل ومعطينا مهديات. الفترة هذه اللي كانت تعاني كان يصحبه آلام عجيبة حتى أصبحت أنها تشال وتحط ما يمكن تتحرك. فقالوا لي رح. بعد اليوم الثالث أرسلت لي هي رسالة وقالت يعني تسأل عن الحال ودي أشوفك وكذا. يقولوا رجعت. يقول يوم رجعت وجيت لما بالغرفة دخلت عليا، يقول يا أبو عبد الله ما غير أنا أمسك إيده وقبله، يعني يقول أنا متعلقن به أحب راسه يعني، وهي شخص بصرة. يقول جاء دخل الطبيب واشتغلت بعض الأجهزة وجت الممرضة وجاء الطبيب وجاء الفريق وطلعون، قالوا لي اطلع. وطلعت وجلست أنا بالانتظار أذكر الله سأل الله أن الله يربط على قلبي وكذا. وطلع الطبيب تغير وجهه وجلس بجنبي وبدأ يسولف علي طمنني شوي. يقول قلت يعني علمني وشلون الأمر. يقول قال جبر الله مصابك، توفيت هذه. طبعا توفيت أسبوع الماضي يوم الاثنين أسبوع الماضي. فيقول أنا يعني لا شعوري يعني دخلت وثرة يعني مسجية ومسكت يده يعني بديت يعني قبله يعني يقول انهرت أنا ما أستطيع ما يلا. يقول بديت أدخل وأطلع ما أدري يعني الدنيا سودت بوجهي، بنتي بالبيت توه بالأشهر، أغراض زوجتي معي بالسيارة، بيتي ذكريات زوجتي، يقول أظلمت الدنيا يعني بشكل عجيب. المهم ما يلام الله المستعان يا رب. اتصل علي في وقته، اتصل يعني علي في وقته لا إله إلا الله. قال لي قلت له أنا يعني كيف زوجتك؟ قال أبو عبد الله توفيت. يعني أنا ما تملكت نفسي حقيقة، لأنه يقول لي أبو عبد الله أنا زوجتي توفيت يعني ما يعني أنت عايش معها القصة يعني وشايف. فهذا اللي أثر عليك أنت، لو أنه قال لك فجأة عادي، لكن يوم أنه حاتاك وعيشك معها القصة من بدايتها هذا اللي خلاك تتأثر تتأثر. وأنت ما هي بغريبة عليك أبو عبد الله. سأل الله قدر يكون أي والله. لكن المهم عند الله لا إله إلا الله. المهم يعني حاولت أنا الحقيقة يعني لا إله إلا الله الله المستعان يعني الحقيقة أعزي نفسي قبل، لأنه الرجل يعني رجل يا جماعة عجيب عجيب عجيب. أنا يعني حتى لا أطيل يعني القصة، يعني رسالة ليكون زوج وزوجة حقيقة نحن بحاجة لمثل هذا الوفاء يا جماعة، نحن بحاجة ليبقى لك أثر. يعني رجل توه في بداية زواجه
وقدر الله عز وجل والحمد لله على كل حال يعني، فيصاب بهذا المصاب الجلل ويفي مع زوجته حتى في آخر لحظات، يقول يا أبو عبد الله عجزت ألتفت في السيارة، بنتي يقول لي 3 أيام عجزت يعني أبروح لبنتي ما أستطيع، زوجتي فأنا أقول يا جماعة رسالة لكل زوج وزوجة، ليكن لك أثر مع زوجك، يعني حصل له ظرف، حصل له مرض، حصل له شيء، هكذا يكون الوفاء، هكذا يكون الأثر، هكذا تكون الذكرى، لتبقى ذكرياتنا الطيبة، لتبقى عندنا يعني روح إحساس. ما يتخلى الزوج إذا أصيبت زوجته بمصيبة أو الزوج كذلك الزوجة لا تتخلى عن زوجه، ليبقى لنا أثر، لتبقى لنا بيوت مطمئنة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويجبر مصابه، والحمد لله على كل حال. اللهم آمين. الله يجزاك خير أبو عبد الله عليها، الله يغفر لها ويرحمها، اي والله توفيت. الله يجزاك خير أبو عبد الله، ومثل ما قلت ومثل ما أقول دائم، أبو عبد الله تربوي وعنده الرسائل الاجتماعية اللي تخلي الواحد ينتبه لنفسه، وهذه أكبر رسالة للزوج وزوجته. الخلافات بيصير فيه خلافات بين الزوج وزوجته، ما فيه بيت خالي من الخلافات، ولكن الواحد يتذكر ويسترجع يكون فيه المودة والرحمة بينهم، وعسى الله يخلي لكل واحدة زوجته ويخلي لكل زوجة زوجها يا رب العالمين.